تقول تنسيقيات تشرين إن الانتخابات النيابية المقبلة هي انتخابات تشرين، لأنها جاءت مبكرة بفضل الضغط الذي مارسه المحتجون والتضحيات التي قدموها، وأدت إلى استقالة الحكومة السابقة وتعهد حكومة مصطفى الكاظمي بتنظيم انتخابات جديدة عادلة تنفذها مفوضية مستقلة وبإشراف محلي ودولي صارم. راح نبقى مظاهراتنا سلمية وثقافية حضارية لتفويت الفرصة على هؤلاء الفاسدين الذين عاثوا بالأرض فسادا ووصلوا المواطن العراقي لأدنى من الفقر طيلة 17 عام. طبعا احنا نآزر وراح نبقى يدا بيد مع السيد الكاظمي بهاي خطواته الجريئة إذا نفذها على أرض الواقع. يقول ناشطو تشرين إن الغرض من الانتخابات المبكرة هو أن تكون عادلة وأن تحقق التمثيل الصحيح لشرائح الشعب وتغير الأوزان المزيفة للقوى داخل البرلمان، وهم يشعرون بأن هناك فرصة لتقديم بديل سياسي من داخل الأوساط الاحتجاجية الشبابية يحاصر الطائفية ويكافح الفساد تطبيقا للإصلاحات وتعزيزا لدور تشرين الذي كرس الوحدة الوطنية. احنا اليوم مطلبنا الاساسي هو اعتماد البطاقة البايومترية في الاقتراع القادم كونها تحد من عملية التزوير وتحتوي على بصمات الاصابع وتحتوي على معلومات كافية وكاملة. اهم مطلب من مطالبنا الاساسية والرئيسية هو قانون انتخابات منصف. بالنسبة لقانون الانتخابات حسب ما شرع البرلمان العراقي بأن قانون الانتخابات هو قانون سينصف الجميع وتكون هناك فرص متساوية للجميع وكذلك غياب التزوير بشكل نهائي. ويتطلع الناشطون إلى مرحلة انتقال سياسي يشعرون بأن العراق مقبل عليها قائلين إن تشرين ستستمر رغم العنف المفرط الذي تتعرض له الاحتجاجات، وإنهم سيدعمون الحكومة بشرط أن يبقى الكاظمي على عهوده ووعوده لضمان انتقال سياسي صحيح من وضع اللا دولة إلى وضع الاستقرار.